خلال هذا العرس الحقوقي الكبير المتمثل في انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ويعد أكبر حدث حقوقي يعرفه العالم منذ 20 سنة، أي منذ انعقاد مؤتمر فيينا سنة 1993. منذ ذلك التاريخ دارت إشكالات جديدة، دارت قضايا معرفية وفلسفية، وظهرت طبعا بؤر التوتر في التفكير الحقوقي، ويعد هذا المؤتمر محطة للتفاعل الإيجابي مع كل القضايا الصاعدة في إطار حوار تعددي حر تشاركي من أجل الوصول إلى خلاصات واستنتاجات ووصفات قد تساعدنا في تعزيز حقوق الإنسان عبر العالم وتكريس قيم المواطنة والحد من المظالم والانتهاكات. هذا المؤتمر هو رهان سياسي كبير، حجم الحضور الحاضر معنا اليوم بمدينة مراكش والذي فاق كل التوقعات له أكثر من معنى وأكثر من دلالة، فيه اعتراف بما حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان والتطورات التي عرفها المشهد الحقوقي منذ بداية التسعينات، وأيضا هو نوع من الالتفاتة تجاه هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر من المؤسسات الفاعلة المنتجة النشيطة عبر العالم.